السلام عليكم. في حالة أنك كنت شخص مدني وتم الهجوم على بلدك من قبل العدو، واستخدم العدو قنابل الفوسفور الأبيض، وتفاجأت بوجود هذا النوع من القنابل بينتشر منها أدخنة بيضاء، وعند ارتطامها طبعا بالأرض بتنتشر في كل مكان وبتسبب حرائق كبيرة، ويمكنها إحراق البشر والحيوانات والنباتات. لو لقيت أي قنبلة بالشكل ده على الأرض لم تنفجر، هتلاقي مكتوب عليها B4، وبي فور هو الرمز الكيميائي للفوسفور الأبيض. ما تقربش منها وانتظر وصول المختصين. يتعمد العدو المجرم استهداف الأطفال كضحايا أساسيين عند استخدامه لقنابل الفوسفور الأبيض. القنابل دي يمكنها أنها تسبب حروق شديدة جدا زي ما واضح قدامكم في الصور، لأن الفوسفور الأبيض ده مادة تقدر تحرق الجلد والعضلات وتصل العظام. انت كشخص مدني في حالة تعرض بلدك للهجوم من قبل العدو المجرم، وفي حال استخدام العدو المجرم لهذا السلاح الكيميائي، لازم تقوم بعملية وقاية. اول حاجة قوم بتغطية الجسم كله، ما تخليش اي جزء مكشوف، لان هذه القنابل تصيب بحروق لاذعة في الوجه والعينين والشفتين، وطبعا يمكنها حرق الجلد والعضلات والوصول للعظام. استخدم كمامات مبللة بالماء او قماش مبلل بالماء، وضعه على انفك وتنفس من خلاله لتقليل خطر وصول الدخان لجهازك التنفسي. اذا سقط الفوسفور الابيض على الملابس بتاعتك، اخلعها فورا واغسل الجلد بالمية. يجب منع وصول هذه المواد لجلدك، واطلب المساعدة الطبية فورا. في حالة تعذر وصول فرق الانقاذ او الاسعاف ليك، وكنت مضطر انك تكافح القنابل بنفسك والسيطرة عليها وتقلل مخاطرها عليك، اول حاجة تعملها ابتعد عن دخان القنابل بسرعة ان امكنك. في حالة انه كان صعب عليك تبتعد عن المكان، احمي جسمك فورا بعدة أغطية وتنفس من خلال قماشة مبللة بالماء. غطي ايديك وارد من القنابل اللي وقع على الأرض بطين اللي هو التراب المبلول، عشان تعزلها بسرعة عن الهواء، لأنها بتشتعل بشدة عند تعرضها للهواء الجوي، بتطفي لما تعزلها عن الهواء. ما تشيلش القنابل بإيديك، استخدم أدوات لإزالة الفوسفور الأبيض، والكمية اللي هتشيلها من الفوسفور الأبيض حطها في وعاء مليان مية عشان تعزلها عن الهواء وتمنع اشتعالها. في حالة إصابة الفوسفور الأبيض للجلد، قم بإزالة الأجزاء الملتصقة بالجلد فورا بعصا أو سكين، أو حكها بقماشة مبلولة، واستخدم مية كتير في غسل الجسم، وتوجه فورا لأقرب مستشفى. إذا كنت هتقوم بإنقاذ أطفال وعمل الإسعافات الأولية ليهم، حاول ترتدي قفازات أو تغطي إيديك أثناء إنقاذهم. في حالة تعرض العين للإصابة، اشطف العين بمية كتير لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. ما تحطش اي مراهم ليها اساس زيتي او دهني على العين او على الجسم، لان ده هيزود ذوبان الفوسفور الابيض في الجلد والعين، ويزود اختراقه للجسم وتدميره لانسجه الجسم. كمان اذا كان على العين عدسات لاصقه وكان في امكانك ازالتها، زلها واغسل العين جيدا بالماء، وتوجه لاقرب مستشفى لطلب المساعده الطبيه في حاله الخطر وفي حاله تعرضك لهجوم من العدو وتعذر وصولك للمستشفى. من المهم جدا انك لا تصاب بالهلع، حاول عمل الاسعافات الاوليه وطرق الوقايه، ساهم في مساعده نفسك ومساعده اللي حواليك في حاله تعذر وصول فرق الانقاذ والاسعاف ليك.